السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمرحلة الريجستر أيضا. طبعا الريجستر نفس آلية اللوجن، مجرد أنه أنت تضيف شيء جديد اللي هو الاسم، أوكي؟ بس لكن قبل أن ننتقل للاسم، أنه هنا احنا عندنا لازم مفروض نضيف الريجستر، تمام؟ ونضع المسار، أوه ماي جاد، ونضع المسار للريجستر في اللوجن. وين نخليه؟ هاي طبعا ننزلها، نخليها وين ما بعد ال on press place your password. هذا في حد إذا ظهر error هنا padding آخر، وناخذ button هذا ونضعها بعدها. طبعا ممكن تستخدم الرايزد بوتون او الفلات بوتون اللي تظهر على شكل كتابة فقط، يكون افضل. ف الكلر باك جراوند ما يحتاج الى باك جراوند، اوكي. ريجستر، تمام. فكرة ريجستر انه يعمل لك نافيجيت الى ريجستر. فهنا انت عندك اون بريس راح يكون فانكشن. الاون برايس راح يكون عبارة عن فانكشن. هذا الفانكشن كيف راح نعمله؟ اوبس، بهذه الصيغة، يؤدي الى، ونفتح قوسين المجموعة في داخلها، او ليش نفتح قوس المجموعة؟ نقدر نقول يؤدي الى، هذا احذفه عند هنا، نقول له navigator dot off of context dot push، وننطي له الراوت الجديد. اوكي، هذا الماوس بيشكل. طيب هنا نجي نقول له new material page route. new material هذا page route يحول لي الى راوت جديد اللي هو مفروض بلدر كونتكست لكونتكست، اوكي. بس لكن هذا يكون داخل قوس بهذا الصورة، اللي راح يؤدينا الى نيو ريجستر بيج. طبعا كون انه الريجستر بيج غير موجود فلهذا يظهر ايرور. هو موجود يعني كفايل، بس ككلاس في داخل احنا فارغ حاطينه، فاكيد راح يظهر بهذه الصوره. اوكي، اند ممكن انه احنا نسترده، لا غير موجود، راح يقول لك هذا هو الريجستر، تمام. الريجستر تاخذ كلمه اللوجن بالكامل، تعملها كوبي، تجي على الريجستر تعملها بيست. هذا المطلوب من عندك، اكيد مع تغيير بعض الاشياء، يعني لا تستعجل. يعني على سبيل المثال هذا راح يتحول الى ريجستر بيج مثل ما احنا عاملينه هذا المكان، اوكي. شيل هذا الان، الريجستر مفروض انه يظهر. فهذا ريجستر بيج، هذا ريجستر بيج، هذا ريجستر بيج، هذا ريجستر بيج، اوب ريجستر بيج ستيت، اوكي. هذا ريجستر بيج اند هذا ريجستر بيج. الان هذا اصبح ملك الريجستر. فلما اجي هنا أنا مفروض انه يشوفه. لاحظ ريجستر، هذا هو المسار، تأكد المسار انه في الفيو. حلو. طيب نجي على المين ايضا، هذا حلو قبله. انا لازم ريجستر ايضا يظهر عندنا موجود. في الريجستر احنا راح نضيف كنترولر زيادة، ليش؟ لان على مود النيم، صح صح فهنا شو نقول له؟ نيم كنترولر. طيب اذا هنا احنا نفس الشيء، طبعا هنا نكتب له ريجستر اند هذا ايضا ريجستر. هذا التكست فيلد اللي هذا كونتينر اللي وينتي هنا، ناخذ كونتينر نجي نضعها قبل الايميل ونسميها بالتكست. اند هنا نيم، place your name، تمام. الايكون مالته راح يكون person على سبيل المثال،
بيرسون. حلو، الآن صار عندنا الإيميل أيضا، الريجستر أيضا جاهز. يعني هنا أنا بس هنا أنا في شيء هنا، داتا هيلبر بدل اللوجن راح يكون دوت ريجستر داتا. طبعا يظهر عندنا ايرور، ليش؟ لان نريد كنترولر اخر. ايضا راح ناخذ كنترولر اخر ونعمل له تريم، لكن ما نعمل له لور كيس، لان ممكن يكون عنده اسم الاول يريد يكتبه بالكابيتال، اسم الاب يريد يكتبه بالكابيتال، فلازم يبقى نفسه، اعطيه له فارسه. فهذا راح يكون من؟ راح يكون النيم كنترولر. اوكي، نيم كنترولر. اند وات ايلس؟ شو المشكله هنا؟ أنا name controller to trim. طبعا هنا انت ايضا تقدر تضيف الاسم هم وياهم بالشرط. اوكي، بس لكن هنا ليش ظهر لي ايرور؟ صحيحة، name controller dot text dot trim فارزة. شو المشكلة؟ ايميل، النيم، والباسورد. يمكن خلينا نشوف. مش معقول مسافات تأثر؟ لا لا، ما لها علاقة. هذا register data اللي هو هنا موجود. register data يطلب من عندك النيم، الايميل، الباسورد. ايوه بهذه الصورة. خلينا نشوف، يمكن هنا هذا يحصل خلل. expression type void، احذف ال void تحت، كله تمام. هذا ايضا وين complete معناته شيء معين، وين failed يروح للداشبورد. ايضا اذا نجح يروح للداشبورد. ما عندي شيء هنا أنا اخر، يعني هو بس مرحلة الريجستر. فإذا جينا هنا عملنا له رن، اوكي، تمام. لاحظ ظهر عندي كلمة ريجستر أيضا. لما أضغط للريجستر ياخذني للريجستر. بس هنا أنا نحتاج قلب الموازين. يعني هنا أنا أنت عندك وين هذا لوجن، وهذا وين؟ هذا ريجستر. تمام، لازم نقلبهم. طيب هذا لوجن وهذا ريجستر، لاحظ. طيب لما نيجي على الريجستر مثلا نسجل اسم جديد زيد. اوكي لحظة، الايميل هم ينكتب في نفس الوقت، معناته عندي خطأ. الكنترولر ايميل، هنا أنا name controller، لاحظت؟ لان كتبت وتحت في الاسفل كتب نفس الوقت، فمعناته في مشكلة. اوكي، register زيد، سمير، الايميل زيد at gmail.com. اذا كان واحد يتابعني اسمه زيد اعمل لي كومنت. 2 3 4 5 6 اكتب انه كان هذا اسمي. register. اوبس، الداتا نول. ليش؟ ليش؟ check email password ظهر عندي. اوكي، اند خليني اجي للريجستر. وين المشكله؟ اذا شفنا function register مره اخرى. عفوا، النيم، الايميل، الباسورد، صح؟ نيم، الايميل، الباسورد. طيب فين المشكلة؟ الريجستر مع السيرفر، تمام. السينك، فاينل ريسبونس، اويت يو ار ال، الهيدرز اكسبت جيسون، اوكي، and البادي هو النيم والايميل والباسورد.
زين في الريجستر اخاف ان انا عندي شيء معين اني ناسيها. في الريجستر trim to lower case هذا الايميل باسورد والداتا هيلبر هو register الايميل text lower. لحظة، هذا يقبل الترتيب. اوكي run. الاسم الايميل الباسورد بالترتيب، كان بالبداية غلط، كان ايميل واسم وباسورد. رجع للريجستر زيد سمير ايميل زيد at gmail.com باسورد 123456. ريجستر اوكي تمام. لاحظ انطاني التوكن، الخطأ بس فقط بالداشبورد، يعني نفس اللوجن، يعني انه هذا الداشبورد غير موجود. اتس اوكي، بس المهم عندي انه الداتا تمام، اعطاني توكن. حلو حلو، كل شيء تمام، بقعدنا انه نصنع الداشبورد. لهنا اقول لكم مع السلامة.